حظر التجول، التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول، سعر الدولار ارتفاعه بشكل كبير وأخبار أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم مع الدرس الثالث من دروس تعلم اللغة التركية من العناوين الأخبارية 17 نيسان 2020. باشلكلر العناوين، سون دقيقة آخر الأخبار، سون دقيقة آخر دقيقة يعني آخر الأخبار. الخبر الأول كما نرى، إتش إشلري باكانلندن سوكا تشكما يساء أتشكلمس. إذن أتشكلمس إتش إشلري باكانلندن من وزارة الداخلية، أتشكلمس بيان، بيان حول ماذا؟ سوكا تشكما يساء بين قوسين أو بين علامتي اقتباس، حظر التجول، سقى إلى الشارع تشكما، الخروج يسار منع، منع الخروج إلى الشارع أي حظر التجول. الخبر التالي، سادات بكر كيندر، من هو سادات بكر؟ نرلي، من أين، من أي مدينة هو؟ كاتش ياشندا، كم عمره؟ أولاي أتشكلما، بيان الحدث، ماذا حدث؟ هناك حدث قد حدث مع هذا الشخص، سوف يتحدثون عنه في هذا الخبر. سادات بكر على تينشاكجيا نددي، إذن سادات بكر نددي ماذا قال؟ على تينشاكجيا، لي علاء الدين تشاكجي، يا يعني لي، ماذا قال سادات بكر لعلاء الدين تشاكجي؟ الخبر التالي، سون دقيقة هبرلر، أخبار آخر الأخبار، سون دقيقة آخر دقيقة، هبرلر أخبار آخر دقيقة. البروفيسور دكتور سادات تلاولو كورونا فيروس ندنيلا حياتını kaybetti. توفي البروفيسور الدكتور سادات تلاولو بسبب كورونا الفيروس، كورون فيروس الكورونا. بروفيسور دكتور سادات تلاولو اسم الدكتور. كورونا فيروس ندنيلا بسبب فيروس الكورونا حياتını kaybetti، فقد حياته، فارق الحياة. الخبر التالي، هوا sıcaklığı 2-5 درجة artacak. الطقس، الحرارة سترتفع، حرارة الطقس سترتفع 2-5 درجات. هوا سجاكلو، حرارة الطقس أرتجاك سترتفع أو نعم بدرجة 2-5 درجات. الخبر التالي، جمهور باشكان أردوغان تعليمات فيردي، رئيس الجمهورية أردوغان أعطى التعليمات. فوات أوكتاي 2 نقطتين، يعني يقول فؤاد أوكتاي ماذا يقول؟ بيوك تشابلو بير أوبراسيون باشلتك، لقد بدأنا عملية ذات نطاق واسع أو عملية كبيرة. بيوك كبير، تشاب تشابلو نطاق واسع، تشابلو ذات نطاق، بير أوبراسيون عملية باشلتك، لقد بدأنا عملية ذات نطاق واسع. الخبر التالي، سون دقيقة آخر الأخبار، إسطنبول بوازندن كورونا جشتي. انلم إشارتي، إشارة تعجب، إذن فيروس الكورونا يمر من مضيق إسطنبول، مع إشارة تعجب هنا عبارة تحذيرية. كيو أمنيتي وطنداشلر ويارد، خفر السواحل أو أمن السواحل حذر المواطنين، أمن السواحل يحذر المواطنين، فيروس كورونا يمر من مضيق إسطنبول، يعني لا تتجمعوا حول مضيق إسطنبول، لا تقضوا عطلتكم هناك، لأن هذه المنطقة أو لا تتجولوا هناك، لا تتجمعوا هناك، لأن هذه المنطقة موبوءة. الخبر التالي، يقول لنا هنا سيزين إيتشين الأخبار التي اختارها من أجلي أنا وفقا لما أبحث عنه بالإنترنت. الخبر الأول، لوبو ألان أضمن هيكايسي ويدورما تشكتي، هيكايسي ويدورما تشكتي، قصة الرجل الذي اشترى لوبو، لوبو أحد أنواع المعجنات أو البسكويت أو هكذا، نعم، ويدورما تشكت، حكايته ويدورما، ويدورما مختلقة يعني مكذوبة. إذن قصة الشخص الذي اشترى لوبو أو الشخص الذي اشترى البسكويت مختلقة، قصة هذا الرجل، هذا الرجل في وسائل التواصل الاجتماعي حدث
كلام وإشاعات كثيرة عنه، لأن يقولون هذه القصة كلها مكذوبة مختلقة، ويدرما يعني كذب يعني اختلاق. الخبر التالي: سون دقيقة آخر الأخبار، إمام أولونا سورشتورما أتشلدو فتح تحقيق مع إمام أولو، إمام أولو رئيس بلدية إسطنبول، لكن هذا الخبر قد لا يكون صحيحا وقد يكون صحيحا، هو يعني عبارة صادمة من أجل أن نفتح الرابط ونشاهد الخبر من مجلة أو صحيفة سوزجو. المهم الخبر التالي: كوريا ليك يابان أفق أفقون başına gelen ilginç olayları ve mesleğinin zorluklarını herkesin bilmesi lazım. Herkesin bilmesi lazım. عَلَى الْجَمِيعِ أَنْ يَعْرِفُوا. Herkesin الجميع bilmesi, معرفتهم lazım, واجب. عَلَى الْجَمِيعِ أَنْ يَعْرِفُوا. ماذا يعرفوا؟ كوريالك يابان أفكون başına gelen ilginç olayları. الأحداث olaylar, ilginç الغريبة, başına gelen التي حدثت مع كوريالك يابان أفق، مع أفق الذي يعمل بالتوصيل، خدمة التوصيل. إذن على الجميع أن يعرفوا الأحداث الغريبة التي حدثت مع أفق الذي يقوم بعملية التوصيل، مسلينين زور لوكلارن ومصاعب مهنته، ومسلينين مسلك مهنة، زور لوكلار مصاعب، مسلينين زور لوكلارن ومصاعب مهنته. إذن على الجميع أن يعرفوا الأحداث الغريبة التي حدثت مع أفق الذي يقوم بأعمال التوصيل ومصاعب مهنته. الخبر التالي: سوكا تشكمايان تشكمايان علينا تلكي كوفيتا جيريب اوينجاكلاريلا بوز فيردي. اذا المغنية علينا تلكي التي لا تستطيع الخروج الى الشارع دخلت الى حوض الاستحمام وتصورت مع العابها، لا يهمنا هذا الخبر. الخبر التالي: تركيا فيلياسيون ندمك. ما معنى فيلياسيون؟ فيلياسيون كلمة غريبة ليست موجودة في القواميس. الخبر يقول لنا ما معنى فيلياسيون، ثم يقول لنا ندير ما هي، ما هي ندمك ندير، وما هي، ما معنى فيلياسيون، ما هو الفيلياسيون. فيلياسيون إكيبي نيابار، فريق فيلياسيون ماذا يفعل؟ صادق بكانو ينطلد، وزير الصحة أجاب. إذن فيلياسيون هو فريق يتبع وزارة الصحة، لكن ما هو عمله؟ نستطيع أن نتعرف على هذا إذا قرأنا هذا المقال. المقال التالي: بروفيسور أرجومنت أوفالون إلاج أشكلامسنا بلم إنسان لرندن إيتراز. اعتراض من العلماء على بيان العلاج الذي أصدره البروفيسور أرجومنت أوفالون. إذا عندنا بروفيسور اسمه أرجومنت أوفالو نن إلاج أشكلامسي. إلاج أشكلامسي بيان صدر عنه عن موضوع علاج الكورونا أو هكذا. أشكلامسنا اعتراض، اعتراض على بيانه. من الذي اعترض؟ من من صدر هذا الاعتراض؟ بلم إنسان لرندن من العلماء. الخبر التالي: سون دقيقة آخر الأخبار، يزن İki ay okullar açık olacak iddiasına bakandan yanıt. Cevabun minel veziri ala iddiai ennel medarise setekunu meftuhaten şehreyn fissayf. Yani sadarat işa'a على وسائل التواصل الاجتماعي تقول يظن صيفا إكي آي لمدة شهرين أكلر أتشك أولاجاك المدارس ستكون مفتوحة. هذا الادعاء أجاب عليه الوزير، وزير التربية. ادعاسنا بكاندان ينط، جواب من البكان يعني جواب من الوزير. الخبر التالي: بلم كرولو أياسي يامانال اسمه. إذن يامانال عضو الهيئة العلمية، إكي نقطة نقطتين، ماذا قال؟ هذا كلامه: جفشما أولماسا مايس سنو حزيران باشندا بتيريريس. إن لم يكن هناك تراخي جفشما أولماسا، أولماسا إن لم يكن جفشما تراخي، إن لم يحدث تراخي أو إن لم يكن هناك تراخي فسننهي بتيريريز. ماذا سننهي؟ نعم سننتهي بتيريريز، سننهي، نعم سننهي، سننهي شيء معين، يعني سننهي العلاج، سينتهي الكورونا أو سينتهي ماذا، لم يقل لنا في العنوان. متى ستحدث النهاية؟
مايس سونو حزيران باشندا، في نهاية شهر أيار مايس سونو حزيران باشندا وفي بداية حزيران. إذا إن لم يحدث هناك تراخي فسننتهي في نهاية مايس وبداية حزيران، هكذا قال عضو الهيئة العلمية يامانيل. الخبر التالي، الأخبار العالمية، تشينين ووهان كنتيندكي كوفيد 19 ölü sayısına 1290 kişi daha eklendi. إذا أضيف 1290 شخص على أعداد الموتى جراء فيروس الكورونا في مدينة ووهان الصينية. تشينين ووهان كانتيندا، كانتين كانت مدينة. إذا تشينين كانتي المدينة الصينية ووهان، في هذه المدينة كانتينداكي كوفيد 19 فيروس الكورونا ölü sayısı أعداد الموتى سيصنع على أعداد الموتى إكلاندي أضيفة. إذا أضيف إلى أعداد الموتى أيضا، ماذا كم أضيف كم شخص؟ بين إكيوز دوكسان كيشي، يعني الفيروس لم ينتهي هناك كما يشاع، ربما يكون انتهى، نحن نقرأ ما كتبه. الخبر التالي، إنجلترا دا قسمي كارانتينا 3 هفتة أزطلد، تم تمديد الحجر الصحي القسمي في إنجلترا 3 أسابيع أخرى. إنجلترا دا في إنجلترا، يعني في بريطانيا، قسمي كارانتينا الحجر الصحي القسمي، يعني غير الكامل، الحجر الصحي الجزئي نقول بالعربية. إذن أجهفت أوزطلد مدد 3 أشهر. إذن تم تمديد الحجر الصحي الجزئي في إنجلترا 3 أشهر، 3 أسابيع عفوا، أجهفت 3 أسابيع. الخبر التالي من صحيفة هابر تورك، نتنياهو'nun oğlundan skandal paylaşım. إذن مشاركة تعد فضيحة قام بها ابن نتنياهو الرئيس الصهيوني الإسرائيلي. نتنياهو الرئيس إسرائيل oğlundan من ولده skandal paylaşım مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، skandal فضيحة. خبرلر الأخبار. الخبر التالي من صحيفة بي بي سي تركيا، كورونا فيروس ترامبن ABD'دا günlük yaşamın normale dönmesi için açıkladığı 3 aşamalı planda neler var. Neler var, ماذا يوجد planda في الخطة، أي خطة؟ ترامبن açıkladığı planda، ترامبن الرئيس ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ABD'دا في الولايات المتحدة الأمريكية أمريكان بيرلاشيك دولتلاري، günlük yaşamın الحياة اليومية normala dönmesi için من أجل أن تعود إلى حالتها الطبيعية، açıkladığı 3 aşamalı planda في الخطة ذات المراحل الثلاثة، أشما مرحلة 3 aşamalı ذات ثلاثة مراحل التي بيّنها ترامب. إذا المعنى، ماذا يوجد في الخطة، في الخطة نعم، ماذا يوجد في الخطة التي بيّنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية اليومية، هكذا هو المعنى. ترامبن أبدا دا جنلوك يشامن نورمال دون مسي، جنلوك يشامن نورمال دون مسي عودة الحياة إلى طبيعتها، جنلوك يشام الحياة اليومية نورمال دون مسي عودتها إلى طبيعتها، من أجل هذا إتشين أشكلت أوش أشمال بلاندا نلروار، هكذا المعنى. ماذا يوجد في الخطة ذات الثلاثة مراحل التي بينها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة الأمريكية. الخبر التالي، أخبار إسطنبول، يرال هابر لارينيز، أخباركم المحلية. الخبر الأول في فيما يتعلق بإسطنبول، نعم، ميب أزاكتان كونترولو سولونوم جهازن إسطنبول دا أوريتي. إذن ميب أوريتي أنتجت ملي أيتين بكانلو وزارة التعليم التركية في إسطنبول جهاز تنفس ذو تحكم عن بعد، وزاكتان كونترولو ذو تحكم عن بعد سولونوم جهاز تنفس إسطنبول دا أوريتي أنتجته في إسطنبول ملي أيتين بكانلو أنتجت جهاز تنفس ذو تحكم عن بعد في إسطنبول. الخبر التالي، إسطنبول حركت ليليك دوشوشندا نيويوركو جيشتي. إذن إسطنبول
سبقت نيويورك في تباطؤ الحركة، يعني في قلة الحركة في الشوارع. إسطنبول حركت ليليك دوشوشوندا، دوشوش سقوط تساقط يعني قلة يعني نزول. نعم حركت ليليك دوشوشو قلة الحركة. نيويورك جيشتي سبقت نيويورك، رومانن جيريسيندا كالد وبقيت خلف روما، يعني روما فيها قلة حركة أكثر من إسطنبول، إسطنبول فيها قلة حركة أكثر من نيويورك، نيويورك الأسرع بين هذه المدن. طيب الخبر التالي: إسطنبول بيوكشهير بلدية باشكان أكرم إمام أولو حقندا سورشترما، تحقيق حول أكرم إمام أولو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى. إسطنبول بيوكشهير بلدية باشكان رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أولو حقندا حوله سورشترما تحقيق. طيب الخبر التالي: إسطنبول ترافيكي sokağa çıkma yasağı öncesi kilitlendi. İstanbul trafiği kilitlendi. انقفلت المواصلات في اسطنبول. كليتلندي المعنى الحرفي انقفلت، لكن معناها تصاعد الازدحام، اشتد الازدحام في شوارع اسطنبول، ازدحام السير اشتد في شوارع اسطنبول او تعقد في شوارع اسطنبول قبل حظر التجول، يوم السبت والأحد حظر التجول، قبله حدث كثافة السير. كليتلندي بمعنى قفل، ما معنى قفل؟ يعني صار هناك ازدحام حتى كأن الشارع مقفل. إسطنبول ترافي سوكاتشك مياسر أونجسي كليتلندي، تعقد المواصلات في إسطنبول أو ازدحام المواصلات في إسطنبول قبل حظر التجول. الخبر التالي الآن أخبار الأعمال والاقتصاد: ألطن فياتلرندا روزغار تلسينا ميدوندو، هل انقلبت الرياح بشكل معاكس في أسعار الذهب؟ في أسعار الذهب روزغار تلسينا دوندو، الاتجاه الرياح هبت باتجاه معاكس، يعني تغيرت الأحوال. إذا هل تغيرت أسعار الذهب؟ ألتن دا صندروم آخر أخبار الذهب أو آخر الأخبار في الذهب. الخبر التالي: وقف بنك بريسال تمل احتياج كريديسي باشفورسو، طلب دين الحاجة الأساسية الفردية في وقف بنك. وقف بنك اسم الوقف، اسم البنك. بريسال تمل احتياج الحاجة الأساسية الفردية، بريسال فردي تمل الأساسي احتياج حاجة كريديسي الدين باشوروسو، تقديم الطلب على هذا. وقف بنك كريدي سونوجو سورغولما 6 اي ادمسيز. إذن المساءلة لنتيجة الدين من وقف بنك 6 أودماسيز، 6 أشهر بلا دفع، يعني 6 أشهر لا يدفع شيء للبنك. طيب الخبر التالي: دولار تلا 6.90 üzerindeki seyrini sürdürüyor، الدولار يستمر في الارتفاع فوق 6.90 ليرة تركية. üzerindeki seyrini seyruhu yani istimraruhu sürdürüyor yastamiru، الدولار يستمر في سيره فوق 6.90 قرش، 6.90 قرش. طيب 6.90 ليرة، المهم يعني الدولار يستمر في الارتفاع. الخبر التالي: نشرب ماء قبل أن نكمل. الحمد لله رب العالمين. الخبر التالي: موتورين وبن نعم موتورين وبنزين فياتلرنا فياتلر ne kadar oldu، ما هو سعر البنزين والموتورين او كم اصبح سعر البنزين والموتورين، ne kadar oldu كم اصبح فياتلر اسعار البنزين، بنزين موتورين، موتورين اسم ماده. 17 نيسان اسطنبول، 17 نيسان اسطنبول، انقره ازمير، مازوت وبنزين فياتلر اسعار المازوت واسعار البنزين. الأخبار التالية أخبار العلوم والتكنولوجيا، بلم و تكنولوجي، بلم علم. الخبر الأول في العلوم والتكنولوجيا: أبل آيفون SE 2020'yi tanıtmasının ardından iki modelini modelin fişini çekti. إذا فيشي çekti بالأصل سحب الفيش، يعني يقول هو عبارة عن تعبير مجازي، أي شيء الشخص إذا كان مريض نسحب الفيش فيموت إذا توقفت الأجهزة عنه. إذن أبل أوقفت، هنا بمعنى أوقفت
موديل أوقفت موديلين من موديلات الهواتف بعد تعريفها بجوال SA 2020. طيب أبل آيفون SA 2020 تنط مصنن أردندن بعد تعريفها بآيفون SA 2020 إكي موديلين في شيني تشكتي أوقفت اثنين من موديلاتها أو من أجهزتها. الخبر التالي أرتك تشوكيتش لقد تأخر الوقت كثيرا. أرتك من الآن فصاعدا، تشوكيتش متأخر كثيرا يعني لقد تأخر الوقت كثيرا. آيفون لرن EOS 13.4'da geri dönme şansı kalmadı. لم يعد بإمكان الآيفونات بإمكان أجهزة الآيفون أن تعود إلى نظام iOS 13.4. طيب آيفون لر أجهزة الآيفون iOS 13.4 اسم نظام تشغيل geri dönme şansı فرصتها في العودة إليه كالماضي لم يعد عندها فرصة يعني لم يعد بإمكان أجهزة الآيفون أن تعود إلى نظام تشغيل iOS 13.4. الخبر التالي uzay istasyonunda koronavirüs alarmı تحذير فيروس الكورونا في المحطة الفضائية. وزاي استاسيونوندا المحطة الفضائية في المحطة الفضائية ألارم تحذير فيروس الكورونا. الخبر التالي سوني إلك يلوندا بلاي ستيشن أو بلاي ستيشن بشي سنرلي سايدا أورتجاك. إذن سوني في سنتها الأولى ستقوم بإنتاج في السنة الأولى ستقوم بإنتاج بلاي ستيشن بيش أو بلاي ستيشن 5 بأعداد محدودة. طيب كلمات سنرلي سايدا بأعداد محدودة أورتجاك سوف تقوم بإنتاجه. أخبار التسلية سورفيفور سيرجان كيم ديرمان هو هذا الرجل كاتش ياشندا كم عمره إفليمي هل هو متزوج إسكي سيفجريلاري كيم لار من هم حبيباته القديمات أخبار لا تهمنا أنلو أينجو جوني ديبن إنستغرام حسابه أشمس سوسيال ميديا دا olay oldu. إذن ünlü oyuncu الممثل الشهير جوني ديب هذا الممثل انستغرام حسابه açması فتحه الحساب على الانستغرام سوشيال ميديا دا olay oldu صار حدثا على وسائل التواصل الاجتماعي. كارايب كورسانلارının yıldızı نجم قراصنة منطقة البحر الكاريبي أو هكذا نعم ويكمل الخبر لم ينتهي. إذن ممثل فتح حساب على الانستغرام ممثل شهير فأحدث ضجة إعلامية. الخبر التالي ديلان تشتاك تطلسس سيفجيليسي إتشين آلد هذه السيدة ديلان تشتاك تطلسس آلد بكت سيفجيليسي إتشين من أجل حبيبها. نعم سوكاها تشكما نعم كنا هنا سوكاها تشكاميان علينا تلك هذا الخبر كان موجود في البداية لأنه من أكثر الأخبار قراءة أنها يعني تصورت فيه لا أدري ماذا هو من الأخبار الأولى تستطيعون مراجعته. الخبر التالي الآن أخبار الرياضة تاليس جا دان يعني إيماج شكل جديد من تاليس جا عمل شكل جديد لنفسه هذا هو شكله لا أدري ما رأيكم به. بشكتاش خبر لري سبور أخبار بشكتاش. الآن الخبر التالي يقول هولندا يا جدان لينستان فلاش أيرلوك أشكلمسي. إذن بيان الانفصال بيان فلاش فلاش يعني مبهر أو صاعق أو هكذا. إذن بيان صادم لانفصال نعم لانفصال من لانس اسمه هولندا يا جدان لانستان. إذن لانفصال لانس الذي ذهب إلى هولندا. إذن هولندا يا جدان لانس الذي ذهب إلى هولندا صدر عنه بيان صادم حول الانفصال. انفصل عن من لا نعرف. إذن لانستان أتشكلمسي بيان من لانس شو هو ما هو بيانه أيرلك انفصال انفصل عن النادي أو انفصل عن شيء معين. الخبر التالي ماريو جاردل غلطة سراي دان ندان أيرلد هذا الرجل ندان أيرلد لماذا انفصل عن نادي غلطة سراي اشتا بردا أركص إليكم ما خلف الستائر إليكم الأخبار الخفية أو هكذا. الخبر التالي إيطاليان دافي إنتر إنتر عملاق إيطاليا أو العملاق الإيطالي إنتر 1 مليون ماسكة باشلادي تا
تبرع بمليون كمامة أو بمليون ماسكة. طيب الخبر التالي sağlık. الأخبار الصحية وهي أهم الأخبار. كورونا فيروس hastası yoğun bakımda nasıl delirdiğini anlattı. تحدث مريض فيروس الكورونا كيف جن أثناء العناية المركزة. كلمة كلمة كورونا فيروس hastası مريض كورونا فيروس yoğun bakımda في العناية المركزة nasıl delirdiğini كيف جن أنلط تحدث. إذن تحدث مريض فيروس الكورونا كيف جن في العناية المركزة. الخبر التالي سياه ماسك تقانلر دكات. تنبيه للذين يرتدون القناع الأسود أو الكمامة السوداء. الخبر لم أقرأه، لماذا يحذرونهم؟ هل الكمامة السوداء فيها ضرر؟ هل يتجمع الفيروس حولها أم ماذا؟ طيب الخبر التالي بروفيسور دكتور مهمت جيهان نوموكوك aşısı COVID-19'un ağır geçmesini önleyen faktörlerdendir. Faktörlerden. إذن يقول البروفيسور دكتور محمد جيهان أن لقاح بنوموكوك اسم مرض صدري أو هكذا، هذا اللقاح هو من العوامل التي تمنع أن يحدث كورونا بشكل ثقيل، يعني تمنع أن يمر كورونا على الإنسان بشكل مجهد، يعني تخفف من أعراض الكورونا. يعني COVID-19'un ağır geçmesi، ağır geçmesi أن يمر بشكل صعب، ağır ثقيل بالأصل معناها، önleyen faktörlerden من العوامل التي تمنع ازدياد آثار فيروس الكورونا. يعني إذا شخص عنده فيروس كورونا وأخذ هذا اللقاح فإن فيروس الكورونا لا يمر عليه بشكل شديد بل يكون خفيفا عليه، هكذا يقولون. الخبر التالي طبورج أولدون بابام إذا قال ما أنم إذلنا السندده. سيدة تقول طبورج أولدون خرجت من المشفى تعالجت وتشافيت من الكورونا. بابام إذا قال ما ددي قال أبي لا تأتي إلى البيت، لا نريد أن نراك حتى لا ينتقل المرض منك إلينا. أنم أمها ماذا قالت؟ إذن ما السن ددي قالت أمها لن تستطيعين أن تتزوجي. إذن ماك الزواج أ الاستطاعة ما النفي ماز يعني سن أنت لن تستطيعين أن تتزوجي. أنم ددي إذن لقد خرجت من المشفى أو تعافيت وخرجت من المشفى قال أبي لا تأتي إلى البيت وقالت أمي لن تستطيعي أن تتزوجي. الخبر انتهت الأخبار. إذن قبل أن نقول لكم وداعا يكون عندنا امتحان، سأسألكم عن ثلاث كلمات والذي يجيب عن هذه الكلمات الثلاثة يضع لنفسه علامة إذا أجاب بشكل صحيح. من يجيب عن هذه الكلمات الثلاثة يكتب الكلمة التركية وبقربها الكلمة العربية. إذا كان صحيح جوابه صحيح سأضع له إعجاب، وإن لم يكن جوابه صحيح لن أضع له شيء. طيب طبورجو أولدوم ما معنى طبورجو؟ واحد طبورجو أولدوم ما معناها؟ بل طبورجو نعم. السؤال الثاني يون بكم ما معنى يون بكم؟ السؤال الثالث ما معنى أيرلك؟ دمتم بخير، كان معكم إحسان عصفور وإلى اللقاء.